راسكم. الحمد لله رب العالمين. نبارك للجماهير العمانية هذا الإنجاز، المركز الأول في المهرجان الآسيوي الإقليمي بجدة، والمرات العديدة يثبت اللاعب العماني بأنه الأبرز من خلال موهبته. الحمد لله رب العالمين، أولا نبارك الجميع على هذا الإنجاز. أعتقد يعني العمل اللي قام فيه الاتحاد من خلال الإدارة الفنية في تجهيز هذا الفريق وإعداده أعتقد كان عمل جيد، ونتمنى إن شاء الله خلال الفترة القادمة أيضا الاستمرارية في نفس المستوى، وخصوصا بعد ما شاهدنا يعني أن اللاعب العماني أثبت للجميع أن الخامة العمانية خامة طيبة، وأن متى ما لقى الاهتمام والرعاية إن شاء الله. شاهدنا المنتخب السابق منتخب البراعم وصل إلى الآن إلى نهائيات كأس آسيا. شكرا جزيلا. وصل إلى نهائيات كأس آسيا، واليوم أيضا هذا المنتخب نحتاج منه جميعا سواء كاتحاد أو أندية العناية والرعاية والإعداد الجيد، وإن شاء الله الجميع يكون حسن ظن الجماهير، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهؤلاء اللاعبين، ونبارك لهم وللكابتن نبيل مبارك، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا.